عليكم مشاهدينا متابعينا منتظرينا محبينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم اليوم الذي يأتيكم عبر قناة الهداف في قلب الكان. هذا البرنامج الذي يحدثكم عن كرة القدم الإفريقية ويتناولها بكل احترافية وشفافية وموضوعية. كالعادة ضيوف أفاضل يشرفوننا بحضورهم معنا في هذا الاستوديو. يتقدمهم محلل قناة الهداف رباح ماجار، أهلا وسهلا بك. أهلا بك محمد. ونسعد كثيرا باستضافة مدرب شبيبة القبائل التونسي سفيان الحيدوسي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، تحية لكل مشاهدي الهداف، وشرف لي أن أكون اليوم موجود معكم. أهلا وسهلا بك كوتش. معنا أيضا الذي كان مساعدا للحيدوسي، استقال أمس، الأخضر عجالي، أهلا وسهلا بك محلل قناة الهدف. السلام عليكم وأهلا بكم. ومعنا أيضا محمد صالح أملا الذي تعودتم عليه، مختص في كرة القدم الإفريقية، أهلا وسهلا بك محمد. أهلا وسهلا محمد، شكرا على الاستضافة. إذا مشاهدي الأفاضل، سنتحدث اليوم كثيرا عن كرة القدم الإفريقية، عن كأس إفريقيا، سنتحدث عن حصيلة الدور الأول، سنواصل الحديث أيضا عن المنتخب الوطني الجزائري، ونستغل فرصة وجود المدرب التونسي الحيدوسي من أجل أن يحدثنا أكثر عن المنتخب التونسي وعن التجربة التونسية وكيف تسير الأمور هناك في الجارة تونس. كما سنتحدث عن مباراتي الغد، مباراتي ربع نهائي كأس إفريقيا، بوركينا فاسو تواجه تونس بداية من الساعة 5 مساء، والسنغال تواجه الكاميرون في مباراة حديثة ومواجهة قوية بين الطرفين بداية من الساعة 8 ليلا. إذن مواضيع كثيرة وشيقة ومتنوعة، ابقوا معنا من أجل أن سنحاول أن نفيدكم في هذا البرنامج. إذن نبدأ بحصيلة الدور الأول من كأس إفريقيا، تابعوا، فهي أكبر مفاجأة. شوف بكل صراحة، أنا لو نتكلم على خروج هذه الثلاث منتخبات الكبيرة، كان أمل كبير للمنتخب الوطني الجزائري أن يرجع إلى الجزائر بكأس الإفريقية. شفنا التألق في الفترة الأخيرة منتخبنا الوطني الجزائري، يعني ما كناش ننتظر الهيبة دي وخروج من الدور الأول. المنتخب الجابون بلد منظم، شفنا مستواه باللاعبين المميزين وعلى رأسهم اللاعب أوباميونغ، كنا نقولوا على الأقل المنتخب الجابوني يروح إلى النهائي. الكوت ديفوار المفاجأة الكبيرة، الفوز بكأس إفريقيا الأخيرة وشفنا تألقه، ولكن الخروج من الدور الأول، حتى واحد من الحسابات الكوت ديفوار يخرج من الدور الأول. هذه كرة القدم، وكرة القدم دائما نقول لا يوجد منطق في كرة القدم. الحيدوسي، هل تعتقد بأن خروج الكوت ديفوار هي مفاجأة مدوية أكبر من مفاجأة خروج الجزائر، بما أن الكوت ديفوار هو البلد الحامل اللقب؟ حاب نبدأ باللي فيه ربح. الكرة ما فيهاش منطق، الكرة فيها خدمة، الكرة الإفريقية تطورت، فما فرق، قلت هنا عندي 4 أو 5 سنوات، فما فرق كانت متوسطة فنيا قاعدة تتقدم، منها الفريق اللي باش يلعب ضد المنتخب التونسي بوركينا فاسو، وعدة فرق ما عادش حتى النتائج أبار ريزولتان تاع تونس 4-1، ريزولتان الآخرين كل كانوا قرب لبعضهم، من الفرق الكل قرب لبعضها. الكوت ديفوار صاحب الكأس الأخيرة كما قال، المالي، الجزائر معناتها باللاعبين الكبار، المنتخب الجزائري، فريق الجابون معناتها فريق ضيف، معناتها الكره كما قال رابح ما فيهاش منطق، الكره عليها كان الخدمه. لو جورجي ما عادش فما اسامي بتاع ملاعبيه، ما عادش فما اسامي بتاع بلاد، فما 10 ملاعبيه ضد 10 ملاعبيه مع لي رومبلاسون، اللي باش يعطي الاضافه فوق الميدان، اللي باش يقاتل وباش يربح المباراه نتاعو سي لو جورجي. ما عادش فما هيبه نتاع فرق كبيره اللي تخشاها الفرق المنافسه، كنا قبل نلعب ضد فرق صغيره سيراليوني، كنا ما نحسبوهمش. معناتها اليوم ولات الفرق هذه الصغار اللي معانا في البول، شكون هو؟ زيمبابوي اليوم ولات توقف المنتخب الجزائري، منتخب تونسي يحدث خاطر سجلوا من الاول مباراه، معناتها هدفين، كانت مباراه صعيبه زين. معناتها اليوم ما عادش تعرف الكره، نعاودوها ديما خدمه، اللي يخدم يلقى. محمد، كمتابع للكره الافريقيه، اسباب خروج المنتخب الايفواري، هذا المنتخب الذي جاء في ثوب المرشح للفوز باللقب. والمنتخب الايفواري في دوره 2017 دخل منقوص، يعني خدمات بعض اللاعبين
اللي كانوا من الركائز في السابق، مثلا لاعب جيرفينيو كانت عنده اصابه ودخل يعني دماء جديده، دخل هو يعني حامل لقب ضغط اضافي، دخل مدرب جديد كان رونار ومشى رونار. نزيد لك محمد معلومه على منتخب الايفواري، منتخب الايفواري ربما هي المفاجاه الاكبر، لان منتخب الايفواري لم يخرج من الدور الاول منذ 2006، يعني عاد الى مشاركه الكاس امم افريقيا في 2006، ما شاركش في 2004 كان ما تاهلش في من 2006، يعني ست دورات متتاليه هو يتجاوز الدور الاول، يعني على الاقل ربع نهائي هو اقصى حد، يعني كانت مفاجاه غير منتظره. منتخب جميع الايفواريين في كوت ايفوار توقعوا يعني ان يتاهل المنتخب، حتى ولو كان يعني عمل تعادلين في اول جولتين، كان اخذ لقب كاس امم افريقيا في 2015 وهو قد تعادل يعني في اول مباراتين، بعدها ربح المباراه الثالثه وتوج باللقب. محمد، الجمهور الجزائري لا يعرف كثيرا ربما خبايا المنتخب الايفواري، انت كمتابع للكره الافريقيه، احنا نسمعوا باسماء رنانه في المنتخب الايفواري، هل هي مكونه في كوت ديفوار ام يعتمد على نفس سياسه المنتخب الجزائري ياتي باللاعبين من الخارج؟ لا، منتخب كوت ديفوار تقريبا مثل جو المنتخبات الافريقيه، يعني كان منتخبين او ثلاث منتخبات فقط تعتمد على سياسه الجزائر. كوت ديفوار عنده لاعبين يلعبوا ينشطون يعني في ينشطون في كوت ديفوار، لكن منتخب كوت ديفوار لاعبيه يذهبون الى اوروبا في سن صغيره، يعني جل لاعبي منتخب كوت ديفوار احترفوا في اوروبا في سن صغيره جدا. مثلا عندهم اساك بيجون عنده اكبر سنتر دو فورماسيون، معناتها لي غران كلوب في فرنسا سورتو معناتها عينيهم الكل عليه. على اساك ميموزا، مركز تكوين كبير ميموزا. في اساك ميموزا هو كاين اتفاقيه ما بين نادي اساك ميموزا ونادي بلجيكي اسمه بيفيرين. هذا النادي البلجيكي كان يستقدم لاعبين ايفواريين، كان احيانا كان يلعب يعني لعب في السنوات الماضيه في الدرجه الاولى في بلجيكا، كان يلعب بتشكيله كلها من كوت ديفوار، لاعب فقط من بلجيكا و10 لاعبين من كوت ديفوار اساسيين. كان لعب مثلا كوبا الحارس كوبا باري كان في هذا الفريق، كان كولو توري، كان يايا توري، كان سياكاتياني، العديد من اللاعبين يعني اللي شكلوا الجيل الذهبي لمنتخب كوت ديفوار. منتخب كوت ديفوار نقدر نعطيك معلومه، بدا الجيل السابق جيل 2006 و2008 بدا يزول، يعني بزوال ديدي دروغبا، بزوال ديدي زوكورا، وبزوال يايا توري، اعتزال يايا توري، رفضوا العوده الى منتخب، يعني هو ترك مكانه بعد تتويج في سنه 2015، رفض يعني العوده، وكانه يعني شك في بان الامور لن تسير جيدا، وهذا ما حدث بالفعل. الاخضر عجالي، المنتخب الكاف صنفت المنتخبات الافريقيه لحد الان المقصات، المنتخب الجزائري حل في المركز العاشر بين 16 منتخب مشارك حاليا في كاس افريقيا، يعني بالامس كنا نقول باننا نملك افضل منتخب في افريقيا، اليوم في كاس افريقيا نخرج بنتيجه مخيبه جدا، المركز العاشر بين 16 دوله مشاركه. نعم، يعني هذا الشيء كما نقولوا احنا لي اوبجيكتيف بارابور لو ريزولتا تاع الفريق الوطني وخاصه الاداء. تقدر يعني تفوز بمباراه افيك دي ماتش تقدر تفوز، ولكن تقدر الاداء تاعك يكون ضعيف، ولكن هنا شفنا بلي الاداء تاع الفريق الوطني ماهوش اللي كنا نستناو فيه، وهذا شيء طبيعي. هذا احنا ان شاء الله واش نقولوا، نتمنوا بلي اللي فات مات كما نقولوا، ولكن ما لازمش نساوه، لازم ناخذوا العبره من هذا الاشاك هدايا باش نخموا على المستقبل، كيفاش نحضروا المستقبل. الان البعض يقول لماذا نهول الامر في الجزائر ونقول باننا قصينا من الدور الاول، الجابون بلد المنظم خرج من الدور الاول، وكذلك كوت ديفوار الحامل لقب خرج من الدور الاول. سؤال موجه اليك مجر، يعني ماهوش نفس الشيء. لماذا نهول الامر؟ ماهوش نفس الشيء محمد، انت تتكلم عن الجزائر. الجزائر اللي كان في كاس العالم لمرة الدور الثاني، لا مش مقارنة محمد، ولكن الجابون عنده منتخب متواضع جدا ويستحق المرور إلى الدور الثاني، العكس منتخبنا الوطني الجزائري كان يستحق حتى أن يذهب للنهائي كأس إفريقيا هذه، ولكن الظروف ما خدمتش منتخبنا في هذه الكأس، لأن وقلناها محمد في هذا الاستوديو، التحضير لم يكن مناسبا لإفريقيا، لو عملنا التحضير من سنوات وسنوات بتحضير مناسب وبأجواء الإفريقية كان منتخبنا واللاعبين يلعبون بكل سهوله كاس افريقيا، ولكن كما يقول لك لينمي نيميرو 1 تاع
منتخبنا وهي افريقيا، وهذا للاسف ما نجحناش لحد الان. السؤال موجه للحدوسي، برنامج تحضير المنتخب التونسي، احنا فرق مغاربيه مثل الجزائر مثل تونس مثل المغرب حتى مصر ايضا، وهل النظريه التي يتحدث عنها مجر دائما بانه يجب ان تحضر كاس افريقيا في بلد قريب من البلد الذي ستجرى فيه الدوره، هل هو علميا هذا الكلام صحيح؟ وكيف حضرت تونس لهذه علميا كي نبداو معناتها الفرق اللي باش نلعبوا لها الالتيتود معناتها نقراو من الاول الحساب نتاع الارتفاع نتاع السخانه نتاع كل شيء، معناتها الرطوبه نتاع كل شيء، واقرب من ما احسنش معناتها سي ليديال وقت اللي تعمل انستاج دو دي جور كيما يقول لك، وافيك ان ماتش اميكال نامبورت كل ماتش اميكال باش تدخل وموا الماتش الاولاني معناتها تدخل المباراه الاولانيه وانت ساي عايش في الاجواء الافريقيه قاعد 10 ايام لعبت مباراه وديه. باغ اكزومبل المنتخب التونسي اول مره في السنوات الاخيره التحضيرات نتاعو كنا نمشيو كنت ديما معناتها ننتقد فيها، مشكلتنا كنا نمشيو نلعبوا في الافريق ونعملوا ستاج في دبي بعد نمشيو لقطر بعد نرجعوا قطر لدبي نلعبوا في لي ماتش اميكو سنين، عملت التحضيرات نتاعو في تونس لعب مباراه وديه واحده مشى لعب اثنين مباريات معناتها في اسبانيا ولعب في اسبانيا وبعد مشى لمصر قبل كاس افريقيا لعب مباراه قويه في مصر رجع لتونس وقبل المنتخب الجزائري بنهار ولا بنهارين راح معناتها قبل المباراه الاولى بخمسه ايام المنتخب التونسي كان موجود في الجابون معناتها كان جاهز. لكن لا ترى بان هناك تناقض يعني في المنتخب التونسي ايضا لم يحضر 10 ايام او 12 يوم ولم يلعب مباراه وديه في افريقيا ومع ذلك موجود في الربع النهائي. باش نبداو واضحين الفرق ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري اللاعبين نتاعو الكل ما لعبوش في الدوري الجزائري ما لعبوش بطولات افريقيه. المنتخب التونسي حتى اللي يلعبوا الحين معناتها بن يوسف يلعب البرة معناتها مش في تونس، لعب في الترجي الرياضي التونسي، لعب مباريات كاس افريقيا، المساكني، سيسي، بن عمر، معلول، نقاز، هذوما الكل لاعبين المنتخب التونسي كل من الترجي الرياضي التونسي، من النادي الرياضي صفاقس، من نجم الرياضي الساحلي. ولعبوا لا كوب دلاكاف، لا كوب دلاكاف، شامبيونز ليغ، ومشاو لعبوا في مازامبي، ولعبوا مباريات افريقيه كبيره، وهذايا الكلام هذايا انا قلته قبل ما تبدا عندكم انتوما قلت المنتخب الجزائري باش يلقى صعوبات للاعبين نتاعو ما همش مع كما قال رابح سنه لنا برا الافريق وشوف الافريق حتى شوف تكلمنا اكثر من مره هذا منطق هذا لازم نتكلموا به ما نقولوش لا يوجد منطق هذا منطق اللي نتكلموا به اللي لازم لك تحضير في افريقيا محمد وفي امور اخرى ما نتكلموش عليها الان فيها اللي ممكن تنقد هذه المنتخبات اللي تلقى صعوبات في افريقيا. تكلمنا على المنتخب المصري الوحيد الذي حقق نتائج جيده في افريقيا لان المنتخب المصري متكون الا باللاعبين محليين الزمالك والاهلي الزمالك الاهلي الاسماعيلي هذه الفرق هذو متعودين سنويا يلعبون لا كوب دو لاكاف لا شامبيونز ليغ افريكان متعودين بالرطب ومتعودين بالاجواء الافريقيه ومن بعد لما يروحوا للمنتخب المصري يلعبوا في افريقيا ما يتاثروش باي شيء. هذا الكلام دائما نقولوه لازم علينا ندخل في هذه الاجواء لكي ننقد منتخبنا في السنوات المقبله ان شاء الله. اهم حاجه المنتخب الجزائري خاطر قلت لك الكلام معناتها وانا النجم انا ما مدخلنيش معناتها اما مشارك حتى انا بدي ندرب لهنا في الجزائر وما نسالش عنها. اهم حاجه هو التقييم بعد كل مشاركه تقييم. نذكر نحن في تونس فما وقت الكره نتاعنا نزلت صارت اجتماعات معناتها ملاعبين قدامى بوزره كانوا قبل وزره مدربين المنتخبات القوميه صار اجتماع وصارت فيه مجموعات واحد يقيم في المنتخبات في كاس افريقيا في المدربين كيفاش باش نجيبوا مدرب جديد كيفاش يكون الصفات بتاع المدرب الجديد يلزم تصير معناتها التقييم من طرف القراب من الكوره جدي بيان معناتها من القراب من الكوره ما حتى اللاعبين السابقين المدربين اللي دربوا المنتخب التونسي المنتخب الجزائري قبل الكل اجتماع والكل في مصلحه الكره الجزائريه خاطر اليوم باش نزيو صارت لنا نحن مشاكل اكثر من هكا في تونس ولي بلاتو نبداو نقيموا نبداو رئيس الجامعه والمدرب مش فيه هذا كله كلام جو بونس معناتها كلام حكايه فارغه. اهم حاجه هو التقييم اسرائيل منتخب ما يلزمكش تبدا تخسر المنتخب اللي عندك لاعبين ممتازين باش تستحقهم شنو هي اليوم باش تجي تهدم كل شيء لكن لاعبين ممتازين لكن غياب ربما الانسجام بين هؤلاء اللاعبين. حكينا على تقييم تعمل تقييم المشاركه نتاعك ويجلس الناس الكل دون زان اوتيل تمشي اربعه خمسه ايام سته ايام سيمينار في لي زونترونور الكل اللي دربوا المنتخب كل واحد يعطي فكره كل واحد يحكي مع رئيس الجامعه ورئيس الجامعه السابق
والناس الكل تجلس مع بعضهم ويعملوا ورشات، يقعدوا جالسين ورشات ورشات معناتها مع بعضهم، كل واحد يحكي وياخذوا اون ايدي علاش سبب المشاركه الجزائريه هذه علاش ما توافقتش، وتخرج بحلول نقولوا علاش ما نجحتش وعلاش الحلول. نمشي ما نقعدوش حتى محمد قال كلمه على تونس، قال لك علاش تونس هكذا وهكذا. انت تتكلم على تونس لان الان تونس مر الى ربع النهائي اوكي، ولكن لا سمح لي، ولكن راح يلعب امام منتخب البوركينا فاسو، مباراه ما راح تكون سهله الى المنتخب التونسي. راح نتحدثوا عليها لو المنتخب التونسي اللي ما نتمناوهش ان شاء الله يخسر امام بوركينا فاسو، تقول صح هذه الفكره هذه مليحه، شوف المنتخب التونسي لم يذهب بعيد. مش نحكي لك حتى لي بلاتو، حتى في تونس لما خسر المنتخب التونسي ضد السنغال مع انه الشوط الثاني كان ممتاز. كيف بدينا باش نحكي وبدينا باش نتكلموا، فزنا للمنتخب الجزائري رجعت الروح بعدين، وكان يخسر في الانكار كيف نرجعوا نحكيوا. اهم حاجه انا ديما عندي انا هو التقييم، اللي ما يعرفش يقيم روحه. حتى اونترونور كي نخسر مباراه ولا حتى ربح، لازمك تقيم روحك في حاله ربح وتقيم روحك في حاله هزيمه باش تتقدم، سينو ما تتقدمش. شوف هي في افريقيا، وانا دائما نقولها في استوديو، في افريقيا ان شاء الله لما يلحق الوقت وين المنتخبات المغربيه تتفوق على لي دويال مع لي زافريكان، هذاك النهار نقول لك محمد خلاص انا خرجنا من الازمه. ولكن لحد الان لا، المنتخبات المغربيه لما تروح الى افريقيا لازم يكون تحضير واحد او اثنين، التحضير البدني اي لو بروفيل دي جوار لازم يكون اتليتيك، اللياقه البدنيه تلعب دور كبير في افريقيا. لما تكون بدنيا 100% اللياقه البدنيه محمد تسمح لك تجري، تسمح لك تركز، تسمح لك تسجل اهداف، تسمح لك تدافع، هدف. ولكن لما ما تكونش اللياقه البدنيه اللي خاصه للاعبين المغاربه في افريقيا، هذا كله ما يمشيش مع المنتخبات. اللياقه البدنيه في كره القدم هي رقم واحد، مام تكون تكنيسيان، مام تكون ملاعب كبير بدنيا ماك جاهز، ما تقدر تعمل حتى شيء. جيب لي ملاعب بدنيا جاهز وفنيا متوسط يقدر يعمل كارير كبيره ياسر. محمد سنواصل الحديث عن المنتخب التونسي، ولكن اريد ان اسالك عن الجابون، ماذا حدث داخل هذا المنتخب الذي كان يريد ايضا الفوز بالكاس بما انه ينظمها داخل بلده، لكنه خرج ايضا من الدور الاول؟ اكيد المنتخبات التي تستضيف دوره في كؤوس افريقيا عندها تقاليد، يعني كانت اكثر من منتخب يعني توج باللقب وعلى الاقل يعني يوصل دور متقدم. شفنا منتخب غينيا الاستوائيه في الدوره الماضيه، لكن الامور لم تسير بشكل جيد بالنسبه للمنتخب الغابوني. رغم حضور بيير إيميريك أوباميونغ، كانت إصابة اللاعب ماريو ليمينا اللي يلعب في نادي جوفنتوس، يعني الأمور لم تسير بشكل مطلوب، وحتى الحظ يعني لعب دور. كانت في الدقيقة في الثانية الأخيرة فرصة لمنتخب الغابون في مباراة خمسة دقائق لعب لولانين ذاك أوباميونغ وحده ما شفتها، أصلا فرصة يعني في ذيك المباراة، يعني حتى الحظ كان منتخب الغابون. منتخب الغابون صحيح أنه أقصية من الدور الأول، لكن شخصية دون أي خسارة يعني. أريد أن أعود إليك الأخضر والحديث عن المديرية الفنية أيضا للمنتخب الوطني الجزائري، لأنه في الكواليس تحدثنا أيضا مع الحيدوسي وقال بأن المديرية الفنية في تونس تقوم بالعديد من الأشياء، سنستمع إليها بعد قليل، ولكن أريد أن أعرف ماذا يجب على المديرية الفنية الآن بعد ما طوينا صفحة كأس إفريقيا. الحقيقة اتصل بي بعض الأشخاص من المديرية الفنية بعد الحصة الماضية وقالوا لي محمد لماذا تلومون المديرية الفنية، هل المديرية الفنية هي من أقصت المنتخب الوطني الجزائري؟ نقول بأنه المديرية الفنية ليست هي المسؤولة الأول، ولكنها مسؤولة أيضا وتتحمل جزء من المسؤولية فيما يخص بعض النقاط التي سنستعرضها بعد قليل، ونقارن المديرية الفنية الجزائرية بما تفعله بمثلا المديرية الفنية في الشقيقة تونس، حتى لا نقول المديرية الفنية في ألمانيا أو في فرنسا، لأنه سيكون الفرق كالسماء والأرض. تفضل الأخضر. نو هي ديجا الاسم تاع مديرية فنية سافي تو دير، هنا في الاسم نلقاو الفنية، وفي الفنيه عندك لاسبي تكنيك. دونك المديريه الفنيه ديجا تكلمنا الحصه اللي مضات على المديريه في فرنسا، وقلت لك من بين المهام هي سي ديفينيغ لا بوليتيك تكنيك ناسيونال، الوطن ماشي برك فريق. سوكيبي دي لا فورماسيون تاع بريباراسيون تاع لي زيكيب دو جون، ميتر ان بلاس ان بروجي دو جو، ان بروجي دو جو تاع اللي يلعبوا به ولا فلسفه تاع اللي نقدروا نحطوها في بلد ما.
نظن باللي هادو من اهم الوظائف تاع الفريق باسكو اسمها مديريه فنيه. وطبعا داخل فيها لي بريباراسيون تاع لي ديبلوم كل هذه الاشياء داخله في المديريه الفنيه، ولكن لو برانسيب دو باز في المديريه الفنيه هي ميتر اون بلاس لا بوليتيك تكنيك وتانيك دوني ان كود ما، يعني حتى في الفريق الالف يعني عنده مشاركة حتى ولو ما كانتش كما نقولوا احنا ديريكت، ولكن عنده مش مشاركة. نعطيك مثال، تحضير بار اكزومبل ملفات حول البطولة اللي راهي صارية في الجزائر باش الناخب الوطني تكون عنده كل المعلومات، يعني حتى طريقة اللعب، خصوصية تاع اللاعب، المحلي اللاعب اللي راهو جاي منه، يعني في عمل كبير في الجانب التقني بيان سور. في المديرية الفنية. سي حيدوسي، ما هو عمل المديرية الفنية في تونس؟ ما هي الوظائف التي تقوم بها حاليا؟ أنا خدمت في الديريكسيون تكنيك قبل معناتها 2001 2002 وقت اللي جهزنا ليكيب بار اكزومبل ليكيب 2001 اللي هزلنا بها الجو ميديتيراني وقت اللي في تونس صارت هزلناه. وقتها كانوا الأعمار تاع الملاعبين تاعنا 18 19 20 سنه، جينا خمو بجاي فرنسا البدنات نتاعهم وجاي ايطاليا وجاي كل شيء، شعملنا دخلناهم لعبوا كوب، ليكيب هي بدا ولات تلعب في كوب دو تونيزي سميناها كوب دو لا ليك باش لي جوار يستانسوا يلعبوا مع الجوارات الكبار. بعد زينا نحن ما حتى كي جاو الفرنسيس والتلين وربحناهم معناتها ليكيب ناسيونال باش ربحناهم، معناتها سي ديجا الاداره الفنيه نتاعنا فيها حاجتين، معناتها عندنا معناتها الاداره الفنيه دي فوا نسميو دو ديريكتور سبورتيف، واحد في تلاه بالونكادرمون وواحد بالفرق القوميه تاعنا، معناتها لونكادرمون لي ستاج دو ريسيكلاج تاع لي زونترونور كاف ا كاف بي كاف سي لي ريسيكلاج الكل. اون بليس عندنا سيكتوريال تاع لي جون، شنو معناتها لي سيكتوريال؟ باغ اكزومبل سيكتوريال تونس فيها 24 26 ولايه، نقسموهم على ثمانيه نحطوا لي 8 اونترونور سيكتوريال لي سيكتور باللي كلوب الكل. من بعد عندنا يعني ما فهمش، يعني مدرب واحد مكلف بسبعة او ثمان فرق في نو 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 معناتها عندنا ولايات ديبول الولايات هذوما كل ثلاثه ولايات نحطوا لهم ان اونترونور ومع ستافو. هذه يعني كل ساعه يختار لي جوار سي لو سيكتور نعيطوا له معناتها سيكتوريال المنطقه مقاطعه معناتها ما نجموش كل مقاطعه نحطوا اونترونور باغ اكزومبل، نحطوا ثلاثه افيك تو تان ستاف وعملنا دي سونتر دو فورماسيون تاعنا. يعني هادو يشرفون على الفئات الشابه، يشرفوا على الفئات الشابه معناتها 16 18 14 نحن والمسابقات هما اللي هما اللي خيروا اللي اختاروا العائله. بعد كي تصير سلاعه معناتها سلاعه عطله نجيبوا احسن الملاعبيه الكل شافوهم، الفرق الكل شافوهم. دونك ش عندنا؟ وعندنا مستشارين فنيين معنا في الاداره الفنيه، مستشارين فنيين لي زونترونور معناتها ايكيب ايكيب الاداره الفنيه. باغ اكزومبل المدير الفني تاعنا يوسف الزواوي كان هو اللي درب المنتخب وقت اللي ربحتونا 4-1 4-1 كان هو المدرب تاع المنتخب تاعو. سامحونا على كل حال. فيريود فيريود مره فرحانين ديما، اهم حاجه تزيد ربحنا تونس نبدا فرحانين. يوسف الزواوي اللي تاو باغ اكزومبل متاكد انا اللي الفرق الثلاثه اللي معانا في البول الاداره الفنيه عندها تقارير عليهم، والاداره الفنيه لعبوا ميم لي ماتش اميكو وجاو وحضروا وتفرجوا وحضروا حتى لانكار دو فينال وفي دومي فينال مع شكون من تو معناتها حاضرين جون سوي سور نعرف الاداره الفنيه كيفاش تخدم. وقلت لي ديجا هو غاديك تو وقلت لي المدير الفني حاضر تو غاديك في الجابون موجود مع موجود مع المنتخب في الجابون موجود خاطر هو اللي محضر لي محضر السيسما اللي باش نلعبوا لها تو بوركينا فاس حاضره من قبل خاطر الوقت اللي باش يربح هو باش يتعدى باش يلعب ضد شكون يبداو حاضرين يتفرجوا في لي ماتش في الفيزيوناج لي رابور. احنا كانت عندنا هذه في سنوات الثمانينات لي سيليكسيون اتر ونديروا في دي سيليكسيون ومن بعد نخرجوا منها اون سيليكسيون، يعني درنا هذه في سنوات الثمانينات. انا تحدثت مع الاصدقاء في المديريه الفنيه الجزائريه قالوا لي ليس من مهامنا الان اننا نمشيوا الانديه او نشرفوا على عمل الانديه او نشوفوا اللاعبين. زيد لي زيد جا وقت نحن شو نحن لازمك تعرف حاجه الاداره الفنيه تاعنا بهم نحن لي زونترونور دراني وديفيزيون ناسيونال نجم نقول لك كل شهر شهرين نعملوا رينيون وقت اللي تصير كالندري نعملوا الكالندري نتاعنا نتاع موسم كامل. المدير الفني عايط لشكون؟ لي زونترونور باش نشوف الكالندري. المدربين شكون يحطهم؟ والمدير الفني هو اللي يختار المدربين او من؟ لا هذيك انت صلوحيه
نعود نرجعوا لها صلاحيات معناتها ينجم يسال المدير الفني على اونترونور سا سي سور ينجم لا لا نتحدث على الفئات الشابه في المنتخب لا لا فئات الشابه المدير الفني المدير الفني هو اللي مفروض منها هو مفروض منه هو اللي هو اللي باش يتحاسب من بعد سنتين وثلاثه لومان دي سيت ما يعني هو اللي يتحاسب على الفئات الشابه هو اللي يتحاسب على الفئات الشابه المدير الفني من شكون تحبوا يتحاسب هو لانه نحن في الجزائر ما اعتقد ما عندناش الان منتخبات وطنيه شابه دائما المنتخبات الوطنيه الشابه في الجزائر تقصى في مراحل متقدمه لا لا لا. جدا من تصفيات كاس افريقيا وكاس العالم الفكره اللي اعطاها تاع فريق وطني فكره مجل تحويل المنتخب الوطني الى نادي نحن نحن ليكيب هذايا تاع المساكني اللي المساكني وكلكو جوار اخرين اللي يلعبوا هذوما كان عمرهم موان دو سيزون اللي مشاو للكوب دي موند عملناها نحن دو فوا مشاو للكوب دي موند هذه الفكره اللي تحدث عليها ماجر عملتوها انتم في تونس موجوده نحن اللي جون نتاعنا حتى تو تو انا جون سوي سور عندنا 20 ملاعب موان دو سيز 17 تونا وقاعدين يحضروا الكوب دافريكي جاي ومشوا للكوب دي موند هذوما ناس تعيش في المركز تربصات في بورصه الصدريه المركز الفني بتاعنا تاع الجامعه التونسيه لكره القدم يعيشوا غاديك ماكلين شاربين راقدين عندهم الطبه عندهم لي بريباراتور فيزيك تعرف نحن الستاف بتاعنا في تونس قداش نحن اونترونور اون شيف دو ادجوان دو بريباراتور فيزيك دو اونترونور دو غارديان واحد ايفالواتور يعمل ليفالواسيون الفيزيوناج يعمل كل شيء لماذا اثنين محضرين بدنيين كوتش؟ اثنين محضرين بدنيين اليوم ما عادش الملاعبين الكل تترينا كيف بدنيين مش الناس الكل كيف ولي بليسي شكون مشي رانيها واللي مش حاضر مش كيما الاخر سي ان ترافاي سبيسيفيك ولا للملاعبين ما نجمش واحد برك يقوم به ما نجموش الكره المتقدمه يلزمك تقدم كل شيء للاطار الفني شاف يخدم مرتاح الاطار الفني يلزم يخدم مرتاح ميم لي زادجوان دو زادجوان ليفالواتور ما يقعدش انا ادجوان لا بالفيزيوناج ولا بكل شيء عندك واحد سبيساليست يدخل يصور لك لي سيونس دونترينمون تاعك يصور لك لي ماتش يحضر لك ماتشوك يحضر لك لي رينيون تاعك يحضر لك لا في دي ماتش شي بالنسبه للمساعدين هما لاعبين قدامى او اشخاص فقط دارسين الكره ما احسنش اللاعب قدامى ما احسنش ويكون دارس معناها دو على فوا معناتها يكون لاعب قديم لاعب منتخب عنده فكر ويكون زاد دارس مش زاد انا شو نقول للملاعب قديم وناجح تدريبيا وما عندوش شهادات نعمل له لي ستاج دو ريسيكلاج مش لازم يعديش القرايه الكوره ماهيش قرايه لازمك تكون قاري باك بلس 18 اش نعمل له انا نعمل له الستاج دو ريسيكلاج نعطيه شهاده مش مشكله شهاده باش يدرب نحن صارت لنا دي زونترونور هاز دو دوبلي في تونس دو دوبلي معناتها كوب شامبيونا وما عندوش عملوا له الستاج دو ريسيكلاج صح و الستاج دو ريسيكلاج وعلمنا وكقرا وخدمنا وهاد شفنا بكل صراحه محمد لازم الواحد لما يلحق للمستوى العالي يعرف كيف يمشي فريقه بسياسه واضحه الان محمد الاتحاديات الاتحادات العالم كله كيفاش يمشوا الاتحاديات يمشوها تقنيا ماشي اداريا لان الاتحاديه اداريا سي تناكي موجوده الاداره في الفيدراسيون ما بصحباش تمشي المنتخبات الصغيره حتى الكبيره لازم انك تكون عندك افكار تقنيه لا ستابيليتي اي كونتينيتي ولكن زيد نقول كلمه برك محمد الان كيفاش الناس تفكر كيما واحد نمشي بطريقه اعلاميه او علميه الان انت يا تدخل صغير الابتدائي وتبدا تطلع الليسي بشويه تلحق حتى اليونيفرسيتي دير الدكتوراه تاعك كره القدم نفس الشيء محمد تبدا مع الفئات الصغيره والمتوسطه حتى الفريق الاول ولكن هذا واش يطلب جديه كبيره جدا وعامل احترافي والاستقرار والاستمرار تاخذ لاعبين تشوف واحد لاعب صغير عنده 14 سنه يعني تكون عندك معينه كواحد اختصاصي لعبت كوره وتعرف انا نقول له هذا اللاعب تاع 14 سنه انا ما نهضرش معك اليوم انا ان شاء الله بعد ست سنوات 20 سنه انا اشوف عندي الفريق الاول حضره لي لان انا عارف عنده تقنيات ولما يجي عندي 20 سنه انا نحضره في راسه لان يجيك بروت لازم تردو تسكولتي كيما ان ستاتيو باش تعطي له ان ديبار دون 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 لا كارير تاعو فوتباليستيك لازم التفكير هذا ممكن يخرجنا من الازمه في السنوات المقبله الاخضر انتم كذلك ملامون انتم كتقنيين الاخضر انت مثلا درست في فرنسا
وجيت للجزائر، لماذا لم تقدموا مشاريع للاتحادية؟ لماذا لم تطلبوا مثلا لقاء المدير الفني الوطني حتى تعطوه مثلا برامج حتى تتحدثوا معه على أفكار مثلا، لأنكم دارسين في الخارج حتى أنتم ملامين، يقول لك لا يعرفون إلا الجلوس في البلاطوات والانتقاد، لماذا لا تعطونا حلول يا سيدي على الورق حتى لنقول تطبيقية؟ لا محمد، أنا منذ قدومي للجزائر سنة 2014 عندي قريب سنتين ونص درت مشروع يونيتيد السياسي، طالب سياسي على ليبوك ما مضيتش، درت ان بروجي شيفري لطالب من التحصيلي والسياسي، حتى درت لو سي درت لهم لا بريزونطاسيون. من بعد هذيك بون كيما نقولوا احنا ما تفاهمناش، ما كتبش ربي المكتوب. في اتحاد العاصمه نفس الشيء، قمت بمشروع ومع المديريه الفنيه مثلا ما اتصلتش بهم، ما اتصلوش بي. سي انا اخ محمد في 2012 لما تحصلت على شهاده في اليوفا في فرنسا. اول شيء عندك يوفا ا او يوفا يوفا ا نعم يوفا ا نعم بعدها كاين يوفا برو هكذا الاخير نعم. قلت لك لما تحصلت على شهاده تاع اليوفا اول شيء، وكنت اون بوست في سونت دو فورماسيون تاع اميا، اول شيء قمت به هو ارسلت رساله اللي كان انا ذاك لاروم بوعلام هو اللي كان، واخبرتهم باللي فوالا راني تحصلت يعني باش يكون ان سويفي اوتون كونسيان جوار تاع فريق وطني. دونك يا با يو دو سويت. ولما قدمت في 2014 تكلمت يعني مع التقني الحالي اسمه قريشي، مدير قريشي، تكلمت معاه وتكلمت حتى مع، قلت بلي راني حضرت البلد ولا سحقتني البلد راني هنا يعني الفريق الوطني تانيك بمشروع ماشي هكذاك برك، يعني جيت ودرت اون بريزونطاسيون اي تو. قدمت يعني مشروع للمديريه الفنيه؟ اي بطبيعه الحال وبريزونتيتو وكلش يعني يعني قدمت لهم المشروع وعرضت عليهم المشروع؟ نعم بطبيعه الحال. وش فيه المشروع هذا؟ ما محتوى؟ لا فيه اون بريزونطاسيون بور ان بروجي ديفلوبمون تاع اون لي كاتيغوري جون، يعني تطوير للفئات الشبانيه وقدمت مشروع نعم يعني فكره عامه ماشي يعني المشروع بصفه عامه لما تقدم دير اون بريزونطاسيون ما تقدرش تبريزونتي ان دوسي تاع 150 باج ولا 200 باج يعني واش دير انت تمد غير لي غرو تيتر قال هاو لي كيفاش نديرو هنا وتنتظر بعد ذلك حتى تفصل الامر. لا ومن بعد كان فيه مكالمه يعني من عند السيد قريشي وين عرض عليا باش نكون مدير فني لفئات شبانيه هذه يعني ورحت ومديت الموافقه ولكن يا با يو دو سويت. وبعد مديت الموافقه ماذا حدث؟ نو يا با يو دو سويت سادير كو انا تكلمت وقلت باللي يعني تخلاو عليك فيما بعد. نو ماشي كيما نقولوش تخلاو مي جو سي با سكي سي باسي اسكو يعني قدمت مشروع وتحدثت مع السي قريشي وعرض عليك منصب لمدير فني للفئات الشبانيه للمنتخب الوطني. نعم وبعد ذلك انقطع كل شيء هكذا. نعم نظن سموها دي او ولا جو سي با كومو يلون ابلي هذه مديريه فنيه للشبان. نعم يعني مدير فني لفئات شبانيه. نو هي الاداره الفنيه قسموها على اثنين. نعم بتيتري واللي انت باش تتلهي بالمنتخبات الشبانيه والديريكتور الاخر باش يتلهي بالانكادرمون ولي ستاج دو ريسيكلاج وكل شيء بتيتري. هكا نحن في تونس معناتها عندنا دو ديريكتور تكنيك. نعم ولا واحد اللي باش يتلهي بالمنتخبات وبالمدربين نتاع المنتخبات والاخر يتلهي باللي ستاج دو ريسيكلاج دي زونترونور والكاف ا كاف بي كاف سي كلها معناتها حتى لا يفهم حديثنا على انه امر اخر. نذكر باننا لا نقول بان المديريه الفنيه هي المسؤول الاول والاخير والوحيد على النتائج السلبيه للمنتخب الوطني، ولكن نقول بانه المديريه الفنيه سواء عن قصد او بغير قصد، سواء كانت لها الصلاحيات ام جردت من الصلاحيات، فانها تتحمل جزءا من المسؤوليه. مش المشكل في الاداره الفنيه الجزائريه. الاداره الجزائريه ما نتصورش ما فيهاش مدربين ما ينجموش يقيموا الفرق اللي باش تلعب لها الجزائر ولا ما عملوهاش. راهم عملوها. المشكل في المدرب الناخب الطومات عيطولو لونترونور هو اللي يجبد معاه الاداره الفنيه باش تعاونوا في الخدمه نتاعو. فما دي زونترونور ما يخدمش مع الاداره الفنيه. لا كل لونترونور كل ناخب باغ اكزومبل في فرنسا نحكيو ياسر نحن مشكلتنا ديما نقارنوا في رواحنا في فرنسا. في فرنسا ديريكسيون تكنيك فرنسا
تعمل ان بروغرام، واي اونترونور يجي يمشي على البروغرام هذاك، مش اونترونور يعني بروغرام. انت توا تنجم تعمل ان بروغرام للفوتبول في الجزائر تاع 4 سنين، وشاك اونترونور اللي يجي جديد لازم يخدم على البروغرام اللي انت عملته. تبدا اداره فنيه قويه هي اللي تبرمج كره القدم في الجزائر، والمدرب يجي يلقى رفيقكم. معناتها المره الاخرى تحكيوا على المدرب شبيه ما جاش ما لعبش في مباريات وديه، المباريات الوديه راهي الافريقيه عندها عامين تبدا مبرمجه. معناتها عندك من سنه تبدا تعرف عام الجاي مباريات الوديه تاعك ضد مين باش تلعب، وليدات وماخذهم ليدات فيفا معروفين. سنعود بعد قليل المباريات الوديه الافريقيه، ولماذا الجزائر لا تلعب مباريات وديه في افريقيا وتكتفي دائما باللعب يا اما في اوروبا او في الجزائر او حتى في دول الخليج؟ هذا الموضوع سنتحدث عنه بعد قليل، ولكن محمد اريد ان اواصل معك فيما يخص المنتخبات الافريقيه، وسنتحدث طبعا بالتناوب عن المنتخب الوطني الجزائري، منتخب غانا. كيف تقيم نتيجته الى حد الان؟ ومن فضلك اشرح لنا السياسة الكروية الموجودة في غانا. خلي حتى اليوم نثري هذا البرنامج نتحدث مع الحدوسي عن السياسة في تونس، استمعنا إلى كوت ديفوار، كيف هي السياسة في كوت ديفوار؟ الآن نريد ماذا يفعل المنتخب الغاني. منتخب غانا واحد من أكثر المنتخبات الإفريقية استقرارا خلال السنوات الأخيرة، يعني راهو يشارك بانتظام في كؤوس أمم إفريقيا وحتى في كؤوس العالم، يعني وحقق نتائج شرف الكرة الإفريقية في كؤوس. ما السر في ذلك محمد؟ الاتحادية الغانية يعني ولا المنتخب الغاني عنده سياسة تعتمد على منذ سنوات يعني طويلة، تعتمد على تكوين لاعبين في غانا، على التركيز أكثر على منتخبات الفئات الشبانية. منتخبات غانا في الفئات الشبانية عندها مستوى كبير، لاحظنا شاهدنا منتخب غانا سنة 2009 في مصر توج بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة، ذاك المنتخب كان فيه مثلا لاعب أندري آيو مثلا راهو يلعب الآن من نجوم المنتخب. أعطيك مثلا مثال على منتخب غانا، منتخب غانا سنة 2001 سنة 2001 لعب نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة، لعب أمام منتخب الأرجنتين وخسر تلك المباراة. ذلك الجيل يعني ذلك الجيل تاع المنتخب الغاني كان فيه مثلا ميكايل إيسيان، كان فيه مثلا سولي علي مونتاري، جون ما مينسا، هاد اللاعبين يعني من بعد لعبوا كأس العالم في 2006 في ألمانيا وتأهل المنتخب الغاني للدور الثاني مثلا، واصبحوا يعني نجوم. مثلا نقدر نسمي مثلا لاعب نجوم الكرة الغانية في السنوات الأخيرة مثلا سامويل كوفور المدافع القوي اللي لعب في نادي بايرن ميونخ، أو ستيفان أبيا اللي لعب حتى في جوفنتيس. هاد اللاعبين لعبوا في الفئات الشبانية في المنتخب الغاني، لعبوا كؤوس عالم، لعبوا كؤوس أمم إفريقيا للشبان. لكن محمد كيف غانا عندها منتخبات شابة قوية وإحنا ما عندناش في الجزائر؟ يا محمد أنا السؤال اللي نطرحه يعني وممكن يشاطروني فيه نفس الرأي، منتخب وطني مثلا عندنا 14 لاعب مغترب يعني تكونوا في فرنسا، من 14 هذا 14 لاعب يعني شاركوا في نهائيات كاس امم افريقيا، من 14 لاعب عندنا لاعبين فقط لعبوا في فئات شبانيه في منتخب وطني اللي هما اللاعب بن يحيى يلعب حاليا في اتحاد العاصمه، لعب نهائيات كاس العالم في نيجيريا لاقل من 17 سنه، وعندنا مهدي عبيد يستدعي في دوره في المغرب دوره مؤهله للالعاب الاولمبيه ولعب، عندنا لاعب سفيان حني كان استدعيه وحدث مشكل مع لباش الدعوه، بقيه اللاعبين لم يلعبوا ابدا في المنتخب الشبان، اتوا مباشره اتوا الى المنتخب الاول، يعني ما كانوش محضرين حتى انهم يلعبوا في افريقيا. انا كنت نفضل لو ان الاتحاديه على الاقل اذا كانت يعني اختارت هذا الخيار تاع تلعب باللاعبين المغتربين على الاقل يعني تمد الفرصه ولا تحاول تجلبهم على الاقل في الفئات السنيه، يعني هما صغار يلعبوا على الاقل يكتشفوا افريقيا، يكون عندهم علم بما ينتظرهم يعني في المستقبل. مجد تخيل 14 لاعبا من اصل 23 الحالي في منتخب غانا كلهم مروا من الفئات الشبانيه، اذا في المنتخب الغاني مثل ما يقول لك محمد دائما يتاهلون الى كاس العالم، دائما موجودين في ادوار متقدمه في نهائيات كاس افريقيا، دائما لديهم لاعبين كبار يلعبون في كبرى الانديه في اوروبا. عمل قاعدي، لا يوجد أي سر هنا مجال، فقط غانا تعتمد على سياسة العمل القاعدي، يعني 14 لاعب من أصل 23 كلهم مارين من الفئات الشبانية. كيف يمكن إحنا الآن أعطينا حلول الآن مجال، كيف يمكن أننا نبني منتخبات شبانية وننطلق من القاعدة حتى يكون عندنا منتخب وطني قوي؟ شو محمد تكلمت على الغانا، الغانا
موجود في الغانا مصنع يخرج لك اللاعبين كما يوجد مصنع في البرازيل فيه فئات صغيره يخرجوا ويكونوا ويبعثوا الى خارج ازيكسبورت دي جوار ايترونجي والانديه الاوروبيه مهتمه اكثر باللاعبين افريقيا السمراء هذه نقولوها تروح اوروبا الى انجلترا تشوف اكثر من لاعب نيجيري تروح ايضا اكثر من لاعب غاني يعني لو بروفيل دي جوار افريكا هو اللي يروح اكثر الى اوروبا وهم من الكاميرون من السنغال من نيجيريا ومن الغانا والغانا عندهم سياسه سياسه تكوين اللاعبين من سنوات وسنوات وش نعيط لهم البرازيليان دو لافريك سيتو دي غوشي عندهم التقنيات عاديه جدا نشوفوا في يلعبوا كره الكره الغانيه تختلف تماما على الكره الافريقيه الاخرى لان اللاعبين تاعهم اولا التقنيه موجوده اللياقه البدنيه موجوده والسرعه موجوده واش يطلب تطلب الانديه الاوروبيه عندهم كل هذا الشيء موفر في هذ اللاعبين احنا للاسف راكم تكلمتوا ماشي علاش ما عندناش لان الناس اللي المسؤولين على الكره ما راهمش حابين يديروا هذ السياسه هذا هو ولكن لو يحبوا غدوه يديروا هكذا يغيروا كلش يعطوا اهتمام فئات صغيره ليكيب ناسيونال مينيم ليكيب ناسيونال كادات وتمشي بنفس السياسه اللي يمشي فيها المنتخب الاول على شرط ان السياسه تاع المنتخب الاول تتغير كما كانت بكري في الزمان لكي نسمح الى اللاعبين للمنتخبات الصغيره تقدر تعمل التربصات تنجم تلعب مباريات وديه تنجم تعمل اي شيء لما يكون تكون عندك لوساتور تاع ليكيب ناسيونال من الجزائر اما باللاعبين الموجودين هي سيتناكي عندنا اللاعبين اللي من هي في اي وقت ممكن ندلهم وبالسياسه المحليه راح تلعب مباريات الوديه وقت تحب ما تستناش حتى يعطيك البرنامج الفيفا في امور كثيره لازم تتغير لمصلحه الكره الجزائريه ولمصلحه ايضا مستقبل الشباب الجزائري هذا اللي نتمناه ان شاء الله قلت لي عباره لازم قلت لي لو يعملوا هاك فقط هذا ما كان يعملوا يرجعوا هيبه المنتخبات الشبابيه نعم يعني كيفاش هذا يعملوا هكا يعني ما راهمش حابين يديروا سامحني اقل حاجه انا في الستركتور نحن شباب القبيل نحكي لك انا على شباب القبيل شباب القبيل عندنا انتيرا يلعبوا في الناس كل انتيرا يلعبوا في الناس كل يلعبوا في الاسبوار كادي جونيور هذه تقريبا ديفيزيون كار نو اي انت كيفاش تحب في ملعب ثلاثه فرق سنيه تدرب فيه باش يلقاو الوقت باش تطلع لاعبيه ما تنجمش في تونس لقينا حل شوي الاربع فرق ولا الخمسه فرق نتاعنا عندهم لي سونتر نتاعهم وكل فريق عنده ملعب يدرب فيه وعنده اربع خمسه ملاعب اخرين نتاع الشبان نتاعو معناتها سي لو موك دو مويان افيك ان اوتيل كل كيف عندها الاوتيل نتاعها هذوما اربع خمسه فرق معناتها ترجي الافريقي ترجي الافريقي نادي رادي سفيقسي نجم نادي ساحلي تحب ولا تكره وهما هذوما اللي مكونين المنتخب التونسي والمنتخب الترجي نادي تونسي قداش مره مشى لكاس افريقيا قداش فاز لكاس افريقيا ونجم نادي ساحلي لا هي شوف الكوتش كما قال معناتها ما بعد في اليوم في الجزائر كما قال محمد اسمح لي مواجهه استاذ انت يعني استغربت لما جيت الجزائر ولقيت الجميع يتدرب في ملعب شباب القبائل بار اكزومبل انا ما كنتش نساوي شباب القبائل الملعب في شباب القبائل شباب القبائل راهم الاقوى الفرق الافريقيه او في ملعب كبير ان شاء الله راح يكون اوبيراسيونيل ان شاء الله لازم ملاعب اخرين للشبان وي لازم ملاعب اخرين في ملاعب كثيره حتكون ان شاء الله في السنوات المقبله ان شاء الله في الجزائر يوم ملاعب كبيره ان شاء الله اليوم اللي باش تكون الملاعب الكبيره والشبان عندهم ملاعب نتاعهم يهيئوا لهم معناتها ميم لي بريباراتور فيزيك راهو في لي جون عندنا معناتها كلها معناتها وقت اللي تلقى ليكيب سينيور تلقى ديريكتور سبورتيف تلقى ديريكتور تكنيك ان ديريكتور تكنيك دي غارديان دو بوت ولا هو الحراس المرمى هو ياخذ ليليت بتاع الحراس المرمى يدربهم والمدربين الحراس المرمى يدربوا كيف كيف ويان ديريكتور تكنيك زاده نتاع لي بريباراتور فيزيك واحد اخر يلزم توت ان بروغرام لي بريباراتور فيزيك الكل يخدموا كيف كيف نو هي دون دي بي كوم نو يعني نتكلموا بكل صراحه نتكلموا حنا بصح كل واحد ما مش يدير خدمته في كره القدم تكلمتوا على ديريكتور تكنيك تكلمتوا على المساعد تكلمتوا على المدرب الحراس وتكلمتوا على امور كثيره كثيره ولكن لما نتكلم حقيقيه من اللي يقرر كل شيء يقرر المدرب الفريق الاول هو اللي يقرر لان المدير الفني لما راح يتكلم على المدير الاول يقول ما المدرب الفريق الاول يقول لازم تعمل يقول ما تعملش انت مسؤوليتك تحت انا مسؤول على الفريق في اوقات كده يا ان فيريتي دون تو سا سي الامكانيات لا معليش نقولوا يا شوف نقول لك بكل صراحه
المفروض احنا برك رانا نحبوا نفلسفوا بزاف. نحبوا هي تروح ولا ما تروحش، حتى في المنتخبات المسؤول الاول على الطاقم الفني تاعو وعلى الديريكتور تكنيك وعلى الفئات الصغيره سي لونترينور ناسيونال. ما تجيبليش انت لونترينور ناسيونال باش الديريكتور تكنيك هو يعطي له نصائح. لا ماشي يعطي له نصائح. لا اساس باش كوم سا. لا ماشي يعطي له نصائح، ولكن احنا قلنا المدير الفني لازم يعمل عمله ايضا في الفئات الشبانيه. ما جا انا اتفق معك محمد، وحتى المدير الفني لا تتكلم في فئات صغيره، لو ديريكتور تكنيك مع الفئات الصغيره انا متفق معك. لا وزيد لك حتى في الفئات الكبيره، حتى في المنتخب الاول يقدر المدير الفني يساعد المدرب الاول باي طريقه يساعد. لا نقول اي طريقه يساعد مثلا، نعطيك مثلا يديروا مثلا كما يقول لك سي الحديث، يديروا له دراسه المنافسين مثلا. اي دراسه المنافسين؟ دراسه المنافسين، تشوف الفريق الخصم كيف يلعب مثلا. يا سوشا سامحني انا مانيش متفق مع الكلام هذايا. لماذا؟ انا مدرب، انا رقم واحد في الفريق، نبعث المساعد تاعي يروح يشوف الفريق الخصم اكونديسيون، نعطي له عينيه يشوفهم بهم بعدين يضم لي. احنا نحكم باسكو ما تنجمش تشوف انت مساعد واش راك تشوف في الميدان، ما ينجمش يشوف حتى لو تشرح كل شيء للمدرب البريسيبال، ما ينجمش يفهم كيما هو شاف. لازم شوف، اسمح لي محمد تكلم. تفضل. لازم حتى لما تروح تشوف مباراه فريق الخصم يروح معك المساعد، معليش يروح معك وتبادلوا الكلام، ولكن انت عينك في الميدان على فريق الخصم. ماشي انا دوك نجي انا مساعد تاعك محمد، نجي ندير لك ايرابور نيميرو 8 عنده اياقه بدنيه كويسه، متر و20 ولا متر و40 و 190 يجري سريع، هذه وهذه واش عطالك؟ ما قالك، ولكن انت عينك صح تعرف لو سمو لو بلاسمون دو ليكيب ادفيرس، شكون اللي يطلع شكون اللي يحبط، وانت اللي تولوجيست اللي في راسك. ما تتحدث عنه ماجار هو صحيح 100%، هذا هو الكلام محمد. لكن الان ماجار حتى في المنتخبات الكبيره ماجار المدرب المدرب الاول او المدرب الوطني لا يقوم بكل شيء وحده ماجال، وكانه مثل ما نقولوا باللغه الفرنسيه بين قوسين منور دوم، هو يسير ماجال. عنده حاجتين، وعنده مجموعه من المساعدين، هم عنده مجموعه من المساعدين. عنده حاجتين مهمين، عنده محضر بدني، عنده تقني تاع الفيديو، عنده محضر نفساني. ساسي اوتوماتيك، ساسي اوتوماتيك. المدرب عنده حاجتين، اولا لما يروح يشوف الفريق الخصم هو اللي يروح يشوفه، ما يبعدش المساعد تاعه. ما كاينش من اللي يتبعك المساعد، هذه واحدة جزئية مادة. لا ماشي جزئية، تلعب دور كبير محمد، تلعب دور كبير. أنا نروح نشوف الفريق مثلا السنغال، راح أو يلعب في بلاده، وأنا عندي مباراة مقبلة في بلاده، نشوف مثلا من نيجيريا، أنا نشوف الفريق النيجيري كيفاش يلعب، هيلعب بطريقة 4-5-1 ولا 3-5-2 ولا، ونشوف القوة القوة تاعو وين، نعمل دراسة من بعد نديرها عندي أنايا. واسمه حتى أيضا لما يقول لك روح شوف لي هذاك اللاعب، حبيت ناديه الفريق الوطني، روح شوفه كيفاش يلعب، كيفاش نبعث انا المساعد تاعي يروح يشوف. لازم نروح نشوف محمد. هذا ما كانش كامل الكلام هذا، نبعث المساعد، المساعد يجي معايا، ماشي انا اللي نروح مع المساعد، المساعد يجي معايا لكي نشوف الفريق الخصم وهو يساعدني، يقول لي هذا اللاعب شوف كيفاش وهكذا وهكذا، ونتبادلوا الكلام ومن بعد نعملوا دراسه على كل شيء. وجهه نظرك واضحه مجال. انت تلعب في جورني فيفا فما لي ماتش اميكو تلعبوا اوبليجي لازمك عندك ثقه في اشخاص، سي لا كوميونيكاسيون مش مساله ثقه. خاطر انت نو مش مساله ثقه. كيفاش في المنتخب شوف انت عندك في الجورني فيفا الكل نلعبوا، انا متفق معاك المدرب ما ينجمش يروح. لا شوف اللاعب عنده مجموعه تشتغل مع المساعد لما نختاروا يعني هذا دليل عندي ثقه فيه. ثقه، ولكن اللي كان ما نطيحش في الاخطاء، انا المسؤول، انا اللي لازم نشوف فريق الخصم كيف يلعب، انا اللي لازم نشوف اللاعبين اللي يعني حاب نجيبهم للمنتخب الوطني الجزائري كيف يلعبون، يلعب في فرنسا او يلعب في الجزائر. ولكن هذيك تاع روح شوف انا مشغول شويه ما كانش من هذا. لا هو يتحدث لك على تواريخ فيفا. مثلا نعطيك مثال، منتخب تونسي مثلا في المباراه الاخيره امام مصر مثلا يلعب في نفس اليوم او يلعب بيوم قبل من المنتخب الوطني الجزائري، راحوا يتفرجوا في بارتي السنغال. هذه هي يعني انت ما تقدرش منتخب تونس فرد نهار انت ما تقدرش مثلا في يوم او يومين اللي يلعبوا لك فيه كامل المباريات الوديه، لان المدرب الوطني يخلي فريقه ويروح يشوف المباريات الاخرى. عندكم الحق، سي بوسا ليكيب ناسيونال راح تجيب لكم افريك. الدليل موجود محمد، او الدليل موجود. الكره القدم تسمى الكره الجماعيه، ماهوش الكره الفرديه. في الناحيه الاداريه، في ناحيه التقنيه، وفي ناحيه ايضا لا جيستيون.
كل شيء هذا يطلب العمل الجماعي وهذا اللي خلى المنتخب الوطني تاعنا يتراجع ونخرج من الدور الاول محمد والدليل موجود. نتوقف للحظات مع فاصل اشهاري نعود بعده لمتابعه هذا البرنامج الحواري ابقوا معنا.